حكم الدراجات؟ والله أول شيء أنا عندي مناشدة إلى وزير الداخلية المحترم عبد الأمير الشمر، إنسان محترم وطيب بمعنى الكلمة، إنه الدراجة هسه هي ب 300 250 يراد لها رقم ب 400 350 4 أي الدراجة مكسرة جاي يصادروها، يعني هو الفقير وين يروح؟ هسه اليوم أنا بالنفرات جيت وصلت بالتسعة للشغل، لازم أنا بالشغل يردني بالسبعة تجي بالدراجة يلزموها الدراجة، وهسه هي أصلاً مسدودة شوية، خلي يخففون علينا الحمل هواي، ترى 350 و300 و400 فد 150 زين 100 150 هم زين. هاي بس الرقم 400؟ اي والله 400 350 الرقم. هسه احنا حتى اللي يسوي رقم ورا كم يوم راح يجوك يقولوا لك ما يصير، هم تنحجز هلا اجازه. زين. اذا تسوي رقم راح تخلص مال الارقام، كم يوم يقولوا لك لازم تسوي اجازه مال السوق، هم تاخذ لها فد 400، تصير ب 800 والدراجه ب 200. زين. شويه خلي يخففونا الحمل، هوايه 300 350. طبعا هاي مناشده الى وزير الداخليه ولا مدير المرور العامه، شويه خلي ينزلوها رحمه لوالديهم. هواي طبعا والله العظيم هواي، هي الدراجه ب 200 250. والله العظيم هاي الدراجات هسه بيها رقم، شوف لك اكو وحده ب 500 ب 600 كلها 200 250 300، اسوي لها رقم ب 400 ها، هسه بس على الفقير يركضون، هو لو عنده يصعد دراجه يروح يشتري سياره ويخلص. هي دراجه توديه وتجيبه. حجيه شلونك؟ وانا اشكرك اخي، اشكرك انا يعني. حياك الله.